السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الطلبة، أسعد الله جميع أوقاتكم، وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى. هذه المحاضرة الثالثة والأخيرة في موضوع الـ Particle Size Reduction Process، عملية الطحن والتنعيم. طبعاً ما زلنا في أجهزة الطحن والتنعيم. أمامكم النوع الخامس والأخير، Combination between two important mechanisms، واحد Impact، اثنين Attrition. يعتبر هذا النوع من أهم الأنواع التي تم ذكرها سابقاً، ويرجع ذلك إلى أن هذه الأجهزة التابعة إلى هذا النوع مزودة بآليتين قويتين ومتينتين وذات كفاءة للحصول على الطحن الناعم والطحن الناعم جدا والمطلوب أيضا. أمامكم على هذا النوع أمثلة كثيرة، منها واحد البول ميل، اثنين فلويد انرجي ويطلق عليها أيضا جيت ميل، ثلاثة كولويد ميلز، أربعة بن ميلز. أمامكم المثال الأول لأجهزة الطحن والتنعيم والتابعة للنوع الخامس كما ذكرنا، ويطلق عليها البول ميل، مطاحن الكرات. هناك ثلاثة نماذج وأنواع من مطاحن الكرات، وهي على النحو التالي: واحد باتش بول ميل، اثنين كونتينيوس بول ميل، ثلاثة كونتينيوس كلوزد سيركوت ميل. النوع الأول أمامكم لمطحنة البول ميل، ويطلق عليها كما ذكرنا قبل قليل باتش بول ميل، مطحنة الكرات المتقطعة. يعتبر هذا النوع عبارة عن مطاحن صغيرة تكون طريقة التشغيل متقطعة باتش. أولا الكونستراكشن عبارة عن سيلندريكال شيل fitted to about نصف its volume with a grinding media with different sizes. هذه الشيل rotates on its central axis by means of motor driving rollers on which it rests. تتألف هذه المطاحن كما هو موضح بالشكل الأعلى الذي أمامكم من وعاء إما على شكل أسطوانة تدور أفقياً بواسطة موتور، أو وعاء على شكل مخروطين غير متناظرين متصلين مع بعضهما البعض في القاعدة، بينما تتجه قمتا المخروطين إلى طرفي الجهاز كما هو مبين في الشكل القادم العام. اثنين، يوضع في هذا الوعاء الذي يمثل المطحنة عدد من الكرات الحديدية بأحجام مختلفة حيث تشكل نصف حجم الوعاء. ثانياً Operation of Ball Mill، وهي على النحو التالي: واحد The material to be ground is put into the mill through the lid، اللي هو غطاء الوعاء. اثنين The mill is rotated at optimum speed until the product of desired size is produced. كما هو مبين أمامكم بالشكل، هناك ثلاث سرعات لتشغيل هذه المطحنة على النحو الآتي: A low speed with sliding، وتكون هذه السرعة غير مرغوبة حيث تكون البولز with slide or roll over each other، only a small amount of particles are reduced. B high speed with centrifuges،
وأيضا تعتبر هذه السرعة غير مرغوبة حيث the ball will be thrown in out to the wall by centrifugation process and no grinding will occur. C. Correct speed with cascading وتعتبر هذه السرعة المفضلة والمرغوبة وتعتبر السرعة المتوسطة تقريبا. At such speed the ball are carried to the top of the mill and then fall in a cascade across diameter of the mill. ولذلك maximum size reduction is affected by impact mechanism, the particles between the ball and by attrition mechanism between the balls. وأخيرا ثلاثة, after an appropriate time when the material has been reduced, it is taken out from the vessel and passed through a suitable sieve to get the powder of desired particle size. النوع الثاني من البول ميل ويطلق عليها continuous ball mill, مطحنة الكرات ذات الطحن المستمر. تعتبر هذه المطاحن كبيرة بالمقارنة بالنوع الأول, وذلك لأن طريقة تشغيلها بصورة دائمة ومستمرة. أولاً الكونستراكشن تشبه النوع الأول مع بعض الإضافات. It is a conical shell with a grinding media of different sizes. ثانياً الأوبوريشن, كما هو مبين أمامكم بالشكل فإن طريقة عمل هذه المطحنة على النحو التالي. Feed enters from the hollow end of the mill and milled material exits through a grating اللي هو المنخل to the opposite end, حيث تدخل المادة المراد طحنها وتنعيمها من أحد أطراف المطحنة لتخرج من الطرف الثاني حيث تمر على المنخل المثبت داخلها والذي يسمى grating ليعاد القسم الخشن من المسحوق مرة أخرى إلى الطحن. أمامكم الشكل العام للباتش بول ميل حيث أنها متوفرة بعدة تصميمات وأحجام, وهي عبارة عن وعاء على شكل مخروطين كما ذكرنا قبل قليل, مزودة من الداخل بعدد كبير من الكرات المعدنية الحديدية. ملاحظة, تستخدم الكرات الكبيرة للطحن الخشن بينما الكرات الصغيرة للطحن الناعم. النوع الثالث من مطاحن البول ميل والذي يطلق عليه continuous closed circuit mill, تعتبر هذه المطاحن الأكثر تطوراً وكفاءة حيث لا تحتاج إلى عملية تنخيل كمرحلة ثانية ونهائية. أولاً الكونستراكشن, كما هو مبين أمامكم بالشكل فإن هذه المطحنة تشبه مطحنة النوع الثاني continuous ball mill مع إضافة جزء مهم متصل بها ويطلق عليه gas classifying system. ثانيا الأوبوريشن وهي على النحو التالي. 1. Air and feed to be ground enters through the opening at end of the mill. 2. The large feed stack drops into zone and the smaller particles becomes entrained in the air stream flowing through the mill and exiting through the opposite end to particles classifier. 3. The classifier removes the smallest particles while the larger particles are recycled
to the mill inlet for further size reduction. خصائص ومزايا البول ميلز متعددة وكثيرة، أهمها واحد they are economical and simple to operate. اثنين they afford a large grinding surface within a compact space. ثلاثة a wide variety of materials can be ground with it. أربعة they can be easily sterilized, therefore can be used for grinding the materials to be used in parenteral and ophthalmic preparation. خمسة they can be used for wet and dry grinding. ستة the mill is closed, لذلك is suitable for grinding toxic material. وأخيرا it can be produced very fine powder. بينما أمامكم عيوب هذا النوع، واحد difficult to clean، اثنين long milling time، ثلاثة high energy consuming. تصميم آخر عام متطور وحديث جدا لمطحنة البول ميل. أمامكم على الشريحة المثال الثاني للنوع الخامس من أجهزة الطحن والتنعيم، ويطلق عليه Fluid Energy Mill or Miller، وتعني المطاحن بتيار من المائع. This mill is based on the principle that when two objects strike with each other with sufficient force, one or both of them break into small pieces. لذلك they are broken by interparticular attrition. These mills are also known as jet mill or micronizer, which doesn't have any moving parts. إن أكبر ميزة لهذا النوع من المطاحن هو عدم ارتفاع درجات الحرارة، وذلك لأن انفلات الغاز داخل المطحنة يسبب انخفاضا كبيرا في درجة الحرارة يعادل الارتفاع الذي يحصل بتأثير احتكاك المواد واصطدامها مع بعضها. ولهذا السبب فإن كثيرا من المواد الصيدلانية الحساسة للحرارة كالمضادات الحيوية وغيرها من المواد يمكن أن تنعم إلى حد عظيم بواسطة هذه المطاحن، كما أن أبعاد الأجزاء المطحونة يكون متجانسا. أولا الكونستراكشن، كما هو مبين بالشكل الذي أمامكم فإن الفلويد إنيرجي ميل تتألف من عدة أجزاء على النحو الآتي: واحد Hollow grinding chamber. 2. Fitted with a number of nozzles through which air or steam or inert gas is introduced. 3. Feed inlet is also attached. 4. Bag is fitted which allows the air or gas to escape but doesn't allow the fine powder to go out. 5. Cyclone corrector in which the fine powder is collected. ثانيا الأوبوريشن، تتم عملية الطحن والتنعيم بهذه المطحنة بعدد من المراحل على النحو التالي: واحد Pre-grinded material in the form of coarse particles are fed into the grinding chamber through the feed inlet. 2. Air or a dry steam or an inert gas is introduced under very high pressure into the chamber through the nozzles, which causes the material to circulate at high speed. 3.
the violent impact between the particles and particles, and the walls of the chamber breaks the particles into very small particles. 4. As a result of centrifugal force, the large size particles move to the outer grinding zone, where they are further exposed to the attrition action. 5. بينما fine particles move towards the center of the chamber along with the exhaust gas from where they are collected in a cyclone corrector. أمامكم على الشريحة أهم خصائص ومزايا لفلويد إنيرجي ميلز وهي كالآتي: These mills doesn't having any moving parts in the grinding area. وأيضا since no heat is generated during grinding, these mills are useful for thermolabile substances. حيث أن ال very sensitive material نستطيع أن نستخدم inert gas. أيضا there is no abrasion of the mill, so there will be no contamination of the product. وأخيرا it reduced the particles up to 5 micron or less. حيث تستعمل هذه المطاحن لتنعيم عدد كبير من المواد الصلبة تنعيما فائقا يتجاوز حدود المناخل المعروفة، حيث تكون أبعاد الجسم المطحون أقل من 5 ميكرون. أما عيوب هذه المطاحن هي القدرة الكبيرة التي تصرف لهذا الطحن. أمامكم على الشريحة أشكال مختلفة حديثة ومتطورة لمطاحن لفلويد إنيرجي ميل مزودة ببارتيكل كوليكشن سيستم. أمامكم أحد الأشكال العامة الحديثة لمطحنة الفلويد إنيرجي ميل، حيث أنها مصنوعة كما تشاهدون من مادة الستانلس ستيل النقي مزودة بعدد كبير من الأجزاء أهمها الكمبيوتر سيستم. أمامكم على الشريحة المثال الثالث من أجهزة الطحن والتنعيم وذلك للنوع الخامس ويطلق عليه كولويدال ميلر كما يطلق عليه أيضا ميكس ميل حيث تم أخذ هذا الجهاز في عملية الميكسينج الهوموجينيزيشن حيث أن هذه المطحنة تعمل بقوة الشيرينج فورس الناتجة من الأتريشين ميكانيزم. الكونستراكشن تتكون هذه المطحنة الكولويدال ميلر من عدة أجزاء أهمها 1 كونيكال روتر حيث تم الحديث عنه مسبقا ويعني الموفينج بارت الجزء المتحرك متصل ب 2 الموتور which can be rotated at speed من 3000 إلى 20000 راوند بير مينيت. 3 الستيتور الجزء الثابت الستيشنري بارت. 4 adjustable gap between rotor and stator which can be adjusted from 5000 إلى 75000 سنتيمترز. 5 الهوبر مزودة هذه المطحنة من أعلى. 6 الأوتلت متصلة أيضا من أسفل بالمطحنة. Operation of colloidal mills كما هو مبين أمامكم بالتصميمات المختلفة والمتعددة لجهاز الكولويدال ميلز تتم عملية الطحن بها بالمراحل الآتية: 1. The material to be ground is already reduced to as fine particles as possible to avoid damage to the colloidal mill. 2. The reduced material is then fed
into the machine through a hopper, which is thrown outward by centrifugal action. 3. As the material passed through a narrow gap between the rotor and the stator, its size is reduced, and finally, the fine particles are collected from the outlet in a special container. ملاحظة: أمامكم عدة تصميمات لمطحنة الكولويدال ميلز بناء على وضعية الجزء الطاحن فيها وهو الروتر والستيتور في المطحنة، حيث إما أن يكون متصلا من أعلى أو متصلا من أسفل أو قد يكون متصلا from a side جانبا. كما هو مبين أمامكم في الشريحة، نموذج عام حديث لمطحنة الكولويدال ميل مزودة بمصدر تبريد عبارة عن غلاف يمر به تيار من الماء البارد حول الجزء الطاحن الروتر والستيتور، حيث يعمل على خفض درجة الحرارة الناشئة بفعل الاحتكاك بين جزيئات المادة والجزء الطاحن. أمامكم على الشريحة أهم خصائص ومزايا الكولويدال ميل، ومنها 1 products with particle size less than 1 micron can be obtained with colloidal mill. 2. Size reduction is always carried out in the presence of liquid. 3. They are useful for preparing pharmaceutical suspensions, emulsions, lotions, ointment, and creams. المثال الرابع والأخير من أجهزة الطحن والتنعيم للنوع الخامس ويطلق عليه بن ميل كونستراكشن. تتألف هذه المطحنة البن ميل من جزئين رئيسيين كما هو مبين في الشكل الموجود في الشريحة القادمة، هما 1 روتيتنج ديسك عبارة عن الروتر متصل بأسترونج موتور يعمل بالهاي سبيد، 3 متصلة ومزودة بأنمبر أوف بينز، 4 استاتيك ديسك عبارة عن الستيتور أيضا مزود بخمسة أنمبر أوف بينز. الأوبوريشن: تعمل مطحنة البن ميل كما هو موضح أمامكم بالشكل بالخطوات الآتية: 1. The material to be reduced in size enter from the top through the feed in. 2. Particle size reduction occurs by 1. Impaction with the bins. 2. كذلك by attrition between bins as the particles travels outwards under the influence of centrifugal force. 3. وأخيرا the grinding particles are discharged from the product out which are collected in a container. ملاحظة: نظرا لانتهاء الفصل تبقى عملية الdistillation process غير مشروحة، لذلك سوف أقوم بتنزيلها ورفعها عبر الموديل دون الشرح، وذلك من أجل دراستها ورسمها في الدفتر. برجاء منكم أن تقوموا بدراستها وفهمها، وأخيرا أتمنى منكم المسامحة والغفران والصف عن أي شيء بدر مني بدون قصد. وفقكم الله ودمتم بعز وسعادة سالمين.